نذهب الآن إلى رام الله، من هناك ينضم إلينا الأستاذ قاسم عواد، مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. أبدأ معك من كل هذه التطورات المتعلقة بالمشافي وما حصل فيها في شمال القطاع، ماذا تملكون من معلومات أنتم كدائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير؟ نحاول في خلال الفترة الماضية من خلال المؤسسات الدولية تحديدا الأونروا ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة من إدخال مساعدات وأدوية إلى أهلنا في شمال غزة، بالإضافة إلى زيادة ضخ المواد الغذائية إلى هناك، إلا أن كل هذه الطلبات قد رفضت من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقد تسلمنا ردا رسميا بالرفض الذي استلمه منظمة الصحة العالمية من منع إدخال الأدوية إلى منطقة شمالي غزة. نحاول الضغط من جديد أمام حكومة لا تعترف بالقانون الدولي، متنكرة له، تمارس سلوك العصابة أمام قانون ينتظر على أعتاب مجلس الأمن الدولي أن تكف الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام الفيتو به حتى يتم استصدار ما يلزم من قرارات وقوانين تفرض على هذا الاحتلال. طيب أستاذ قاسم، يعني حتى لا نذهب كثيرا إلى مسألة هذه القرارات، نود من حضرتك أن تطلعنا أكثر على المعلومات المتوفرة لديكم اليوم والقادمة من قطاع غزة ككل، ليس من الشمال فقط، في مسألة توفر الأدوية، الأطباء، هناك مستشفيات خرجت بالفعل عن الخدمة، هناك طبيب واحد يقدم الخدمة لنحو 200 مريض وجريح. حاليا لدينا في المستشفيات غزة معظمها خرج عن الخدمة، هناك مستشفى العودة يعني في حالة استنزاف مستمر، واستنفذ كل المواد الطبية التي كانت بحوزته ليقدم الخدمة للمواطنين. هناك نقص حاد في الأدوية ووسائل العلاج السريع الفوري، الإسعافات الأولية، لدرجة أن المصابين الذين يتعرضون لإصابات طفيفة قد يتطور ذلك إلى إصابات تؤدي إلى بتر أحد الأطراف نتيجة عدم وجود ما يلزم من الأدوية والمضادات الحيوية التي تمنع تفشي المرض وتحول ذلك تلك الإصابات إلى التهابات قد تؤدي إلى بتر أحد الأطراف. بالنسبة للمستشفيات هي بمعظمها خرج عن الخدمة، لا تستطيع أن تلبي حاجة 5% من احتياجات غزة في الأدوية وفي العلاج اللازم، ومعظم هذه الحالات إما ينتهي به الحال في مرض أكبر نتيجة إصابته بأحد الأمراض المعدية، أو يضطر الأطباء إلى بتر أحد أطرافه نتيجة هذه الإصابة، أو حتى قد يرتقي هذا الأمر إلى استشهاد ومفارقة الحياة نتيجة عدم توفر ما يلزم من مواد وتحديدا المضادات الحيوية ومواد الإسعاف الأولي وما يلزم لغرف العمليات الجراحية من مواد طبية، من بنج يساعد على القيام بتنفيذ هذه العمليات. وكيف يتم التعامل مع تزايد الإصابات الآن مع كل هذه المعلومات التي تذكرها أستاذ قاسم؟ بالنسبة للفرق الطبية أخي العزيز، هناك وفرة بالفرق الطبية والدولية منها، ليس هناك المشكلة ليست بتوفر الأطباء بل بتوفر المواد الطبية اللازمة لعمل الأطباء. بالعكس، هناك محاولات من قبل عديد من الأطباء للتطوع في تلك المستشفيات لكن دون فائدة عندما نفقد المواد الأولية اللازمة للقيام بعملية الإسعافات هذه. كان أحد الخيارات المساعدات التي ألقتها بعض الدول الشقيقة جوا إلى غزة في محاولة منها لإسعاف ما يمكن من مخزون المواد الطبية والصحية المقدمة للمستشفيات، لكن هذه المستشفيات أيضا بحاجة إلى الوقود ليتم تفعيل الكهرباء بداخلها ومن ثم تشغيل غرف العمليات أو تشغيل الأقسام التي بحاجة إلى إنعاش أو بحاجة إلى تقديم خدمات مرتبطة بالكهرباء. فهذا يعني أن المريض الذي بحاجة إلى إنعاش وعدم توفر الكهرباء هذا يعني مفارقة للحياة، عندما يعني أن المريض بحاجة إلى غرفة عمليات لا نستطيع تشغيلها فهذا يعني أنه سيفارق الحياة.
ما يحدث فعليا هو استخدام الدواء كأحد وسائل الإبادة الجماعية ضد أهلنا في غزة. صحيح. طيب أستاذ قاسم، أنت تحدثت عن محاولة للتواصل مع المنظمات الدولية ومسألة أي جهود دولية اليوم وصلتكم في مسألة إعادة تفعيل المرافق الطبية، مسألة تقديم الإغاثة للمدنيين، مسألة إرسال الدواء للمستشفيات كونه العنصر البشري متوفر. تم رفض هذا الطلب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأبلغت منظمة الصحة العالمية بهذا الرفض. حتى عملية مضاعفة كمية الأدوية التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم تم رفضها. الاحتلال يتحكم بمنسوب ونوعية المواد التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة وإلى أي منطقة من مناطق غزة يتم إدخال هذه المساعدات. عندما نتحدث على أن منظمة الصحة العالمية فشلت في الفرض على الاحتلال الإسرائيلي بإدخال كميات مضاعفة من الأدوية لتلبية حاجة الأعداد المتزايدة في الإصابات، فهذا يعني أننا على أعتاب مرحلة خطيرة من تطور حالات تدهور الحالة الصحية لدى العديد من الإصابات والتي قد يفارق جلهم الحياة نتيجة عدم توفر ما يلزم من مواد طبية. هناك وعود من الصليب الأحمر الدولي ومن منظمة الصحة العالمية بأن تزيد من ضغطها على الاحتلال الإسرائيلي لعله يسمح بإدخال بعض هذه المساعدات من جديد، إلا أننا يجب أن نكون صريحين بأن نقول أن مستوى حاجة مستشفيات غزة من الأدوية ومن الوقود لتشغيلها كبير جداً. كم يعني كبير جدا إذا كانت تتوفر لديكم أرقام تقريبية على الأقل؟ يعني نحن نتحدث على الأقل نحن بحاجة إلى 50 شاحنة من الوقود لتشغيل المستشفيات بشكل أسبوعي. هذه الشاحنات لا تدخل، يتم إدخالها عبر منظمات دولية، لا تكفي للمخابز، لا تكفي للمستشفيات، لا يدخل ربع هذه الكمية من شاحنات الوقود المحملة بالوقود إلى غزة. وهذا يعني على أن القدرة التشغيلية لتشغيل هذه المستشفيات غير موجود بشكل حقيقي. نحن نقول الآن على مواد إسعاف أولي ومواد يستطيع الأطباء استخدامها خارج حاجتهم للوقود من لإجراء بعض العمليات الجراحية أو الإسعافات الأولية، وحتى ذلك يوجد مخازن فارغة تماما في كل مستشفيات غزة، إما قصفت أو تم استهلاكها بفعل العدد الضخم من الإصابات نعم. التي تعرض لها المواطنون في غزة. وهذا يعني أننا بحاجة إلى استعادة المخزون من المواد الطبية ليستطيع هذه المستشفيات أو هؤلاء الفرق الطبية أو الإغاثية تقديم الخدمات. لكن يجب أيضا أن نقول أن هناك عجزا أيضا في سيارات الإسعاف التي تستطيع نقل الجرحى إلى المستشفيات يتم استهدافها، أو لا نستطيع تشغيلها بفعل نقص الوقود اللازم لتشغيل هذه المركبات الخاصة بنقل الإصابات. شكرا لك الأستاذ قاسم عواد، مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، كنت معنا من رام الله على كل هذه الإيضاحات.